السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الأول متوسط. راح نكمل حل تمارين حل المعادلات متعددة الخطوات في كيو. تأكد من فهمك صفحة 106. النقطة الأولى 2x ناقص 12 يساوي 24. هنا عندنا حل المعادلات متعددة الخطوات في كيو، نستعمل النظير الجمعي والنظير الضربي. يعني هنا نضع المتغير بطرف والأعداد في الطرف الآخر. عندنا هنا الطرف الأول هو 2x ناقص 12 والطرف الآخر هو 24. زين، هنا عندنا هذا العدد اللي هو سالب 12. راح استعمل النظير الجمعي. النظير الجمعي لسالب 12 هو موجب 12. موجب 12، فراح أضيف موجب 12 للطرف الأول وأضيف موجب 12 للطرف الآخر. صار واضح؟ يعني هنا راح يصير 2x ناقص 12. النظير الجمعي للسالب 12 هو موجب 12. موجب 12 يعني راح يصير زائد 12 ويساوي، هنا ضفت النظير الجمعي للطرف الأول أضيفه للطرف الآخر، فراح يصير هنا 24 زائد 12. صار واضح ليش؟ حتى أتخلص من هذا العدد اللي هو سالب 12، أتخلص من عنده. شلون أتخلص من عنده؟ هنا عندنا سالب 12 زائد 12، الجمع مع النظير الجمعي هنا راح يكون صفر، فهذه 12 وهي هذا 12 راح يروح. شنو يبقى في هذا الطرف؟ راح يبقى 2x، 2x ويساوي هنا اجمع 24 زائد 12، 2 و4 6 و1 و2 هو 3، فراح يصير 2x يساوي 36. زين، هنا ضفت النظير الجمعي. هنا شنو عندنا 2x؟ هاي أريد أتخلص من هاي الثنين، حتى هنا أضع المتغير إكس بطرف والأعداد في الطرف الآخر. زين، هنا شلون أتخلص من هذه الثنين؟ أضيف النظير الضربي للثنين. أضيف النظير الضربي للثنين. النظير الضربي للثنين هو 1/2. طبعا هذا شرحته أنا لكم بالتفصيل. فهنا راح يصير 2x في 1/2 هو النظير الضربي، ويساوي النظير الضربي 1/2 كذلك أضيف للطرف الآخر، فراح يصير هنا 36 في 1/2. صار واضح؟ زين، هسه هنا عندنا ضرب وعندنا اختصارات. هذه الثنين وهي الثنين تروح، هذه يعني بها 1 وهذه بها 1. هنا شنو صار عندي؟ صار عندي x في 1 هو x، فراح يصير x يساوي 36 هنا في الكسر 1/2. هنا اجعل هذا مقامه 1 واشوف اذا اكو اختصارات بين البسط والمقام. هنا عندنا 36 وهي 2، نعم اكو اختصارات، اقسم على 2 هذه بها 1، وهنا عندنا 3 بها 1 راح يزود 1 راح يصير 16. 16 كم مره بها 2؟ بها 8. اذا 36 قسم على 2 هي 18، اذا قيمه x هي 18. هنا انا شنو سويت؟ ضفت النظير الجمعي في هذه الخطوه، وهنا أضيف النظير الضربي اللي هنا عندنا 2x، يعني هنا عندنا ضرب، فأضيف النظير الضربي حتى تخلص من هذا المعامل. النقطة الثانية هنا عندنا 6 أس 2 ناقص z يساوي 2 z ناقص 12. هنا إذا عندي جذر، عندي أس، عندي قيمة مطلقة، أول شيء أتخلص من عندهم. هنا 6 أس 2 يعني 6 في 6 هو 36 ناقص z ويساوي 2 z ناقص 12. زين، هسه هنا شنو عندي في هذا الطرف؟ في هذا الطرف عندي عدد وعندي متغير، فراح اضيف النظير الجمعي ل 36. النظير الجمعي ل 36 طبعا هنا عنده موجب. النظير الجمعي ل 36 هو سالب 36. سالب 36، فشنو اقول هنا؟ 36 سالب 36 ناقص زيت ويساوي، طبعا السالب 36 راح اضيفه للطرف الاخر، راح يصير هنا 2 زيت ناقص 12 ناقص 36. صار واضح؟ هنا ضفت النظير الجمعي للطرف الاول وضفته للطرف الاخر. زين، 36 ناقص 36 صفر، فشنو عندي بقى في هذا الطرف؟ فقط سالب زيت ويساوي. زين، هنا عندنا 2 زيت انزلها. هنا سالب 12 ناقص 36، هنا عندنا سالب بسالب موجب، فأنزل وحدة من عندهم وأجمع. هنا نقول 6 و2 هو 8 و3 و1 هو 4،
فراح يصير هنا سالب زيت يساوي 2 زيت ناقص 48. هنا شنو عندنا؟ عندنا متغيرات اثنين في الطرف الاول والطرف الاخر. اذا كان هنا عندنا متغير في الطرف الاول ومتغير في الطرف الاخر، فاني هنا يا اما اجمعهم او اطرحهم، يعني هنا راح يصير نقل فقط ب هنا عندنا لان اكو حدود متشابهه، فهنا راح اجعلها حد واحد حتى لا يصير عندي هنا اكثر من متغير. فهنا عندنا هذا السالب زيت معامله واحد، فنقله للطرف الاخر شنو راح يصير؟ راح يصير موجب. اذا هذا السالب نقله للطرف الاخر فراح يصير موجب، اذا راح يصير هنا زيت زائد 2 زيت، زيت زائد 2 زيت. طبعا الزيت ايش قد معاملها؟ معاملها واحد، فراح يصير 1 زائد 2 هو 3 زيت، 3 زيت ويساوي 48. صار واضح هنا شنو سويت؟ هنا جمعت، جمعت هذه اللي هنا عندي حدود متشابهه وهذه معامله واحد، فاقول 1 زائد 2 هو 3 زيت. زين هسه هنا شنو ضفنا؟ هنا ضفنا نظير جمعي. هنا شنو عندي؟ عندي ضرب، انا اريد هنا اتخلص من هذا المعامل فاضيف نظير ضربي، اضيف النظير الضربي لعدد 3، اضيف النظير الضربي لـ3 هو 1 على 3، فراح يصير 3 زيت في 1 على 3 ويساوي، طبعا اضيف النظير الضربي للطرف الاخر 48 في 1 على 3. صار واضح؟ عندنا هذه 3 وهاي 3 تروح، هذه بيها 1 هذه بيها 1، هنا زيت في 1 هو زيت ويساوي. هنا نشوف اذا اكو اختصار بين البسط والمقام، هنا عندنا 3 وهنا عندنا 48، اكو اختصارات بيناتهم، هاي الأربعة كمرة بيها 3 بيها 1 ويزود 1 بقى 18، كمرة بيها 3 بيها 6، اذا قيمة زيت هي 16، اذا قيمة زيت تساوي 16. فهنا اقول 16 في 1 هو 16، اذا قيمة زيت تساوي 16. النقطة الثالثة هنا عندنا 5 واي زائد 3 يساوي واي ناقص 16. هنا شنو عندنا؟ عندنا هذا العدد هو موجب 3، راح أضيف النظير الجمعي اللي هو سالب 3 حتى أتخلص من عنده. فهنا راح يصير 5 واي زائد 3 ناقص 3، هنا ضفت النظير الجمعي ويساوي واي ناقص 16 ناقص 3، ضفت النظير الجمعي للطرفين. زين هاي عندنا سالب الموجب 3 وسالب 3 راح يصير صفر، راح يرحن، راح يبقى هنا 5 واي ويساوي هنا عندنا واي ناقص 16 ناقص 3، هنا نزل اشاره واحده من عندهم ونجمع 16 زائد 3 هو 19. صار واضح؟ فهنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا طبعا متغير في الطرف الاول متغير في الطرف الثاني، هنا عندي حدود متشابهة، فهنا أنا أقدر أنقل حتى أجمع وأطرح. هنا عندنا الواي هي موجب، طبعا هنا نشوف المعامل الأصغر هو اللي راح ينقل، هنا عندنا الواي موجب، من أنقلها للطرف الآخر راح يصير سالب، فراح يصير هنا 5 ناقص واي، هنا 5 ناقص واي ويساوي سالب 19. صار واضح؟ هذه الواي نقلتها للطرف الآخر فصار السالب. زين هسه هنا 5 ناقص واي، يعني هذا الواي ايش قد معاملها؟ معاملها واحد، فراح يصير هنا 4 واي، 4 واي ويساوي سالب 19. زين هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا المتغير معامل مالته 4، انا اريد اتخلص من هذه الأربعة، وبما انه هي بيناتهم ضرب فراح اضيف النظير الضربي للأربعة، النظير الضربي للأربعة هو 1 على 4، فراح يصير 4 واي في 1 على 4 ويساوي سالب 19 في 1 على 4، أضيف النظير الضربي للطرفين. زين هذه الأربعة بها 1 وهذه بالأربعة بها 1، فهنا راح أقول واي في 1 هو واي، واي ويساوي هنا أنا أجعل مقامها 1 وأشوف إذا أكو اختصار بين البسط والمقام، طبعا ماكو اختصار بين الأربعة وبين 19، فأضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، سالب 19 في 1 هو سالب 19 وواحد في أربعة هو 4، إذا قيمة واي تساوي سالب 19 على 4. النقطة الرابعة هنا عندنا الجذر التربيعي 81 ناقص x يساوي 27 زائد 2x.
هنا أنا أول شيء عندنا جذر، فأتخلص من الجذر. الجذر التربيعي للواحد وثمانين هو 9 للجانب، 9 × 9 ناقص x ويساوي 27 زائد 2x. زين، هنا أنا أكو أكثر طريقة للحل. يعني هنا أنا أقدر أضيف النظير الجمعي هو للتسعة، أتخلص من التسعة أضيف له سالب 9، لهنا عندنا موجب فأضيف له نظير سالب 9 أضيفه للطرفين. أو أقدر أضيف هنا النظير الجمعي لسالب x هو موجب x. أقدر أضيف هنا النظير الجمعي لموجب 27 هو سالب 27، يعني أضيف في هذا الطرف سالب 27 وفي الطرف الآخر سالب 27. فأنتوا هنا كل الطرق هي صحيحة. شنو تضيفون هنا من النظير الجمعي؟ في الطرف الأول تضيفونه للطرف الآخر، سواء للتسعة أم للإكس أم للسبعة وعشرين أم للاثنين إكس. صار واضح؟ هنا أنا راح أضيف النظير الجمعي لسالب إكس هو موجب إكس حتى أتخلص من هذا الإكس، لهنا عندي اثنين متغيرات فأتخلص من واحد من عندهم. فهنا أقول تسعة ناقص إكس، أضيف النظير الجمعي لناقص إكس هو موجب إكس ويساوي هنا نقول 27 زائد 2x زائد x. هذه هنا ضفت الموجب x، ضفته للطرفين. هسه هنا سالب x زائد x هذه هنا تروح صفر، فش يبقى هنا؟ يبقى 9 ويساوي هنا عندنا 27 نزلها زائد هنا عندي حدود متشابهة 2x زائد x، هذه x هي معاملها واحد، فأقول 2 زائد 1 هو 3، فراح يصير هنا 3x. هسه هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا هنا 9 زائد 27 زائد 3x. هذا هنا عندنا المتغير، حتى أضع المتغير في طرف والأعداد في الطرف الآخر أتخلص من هاي 27. فشنو أتخلص من عندها؟ أضيف لها نظير الجمعي. هنا عندنا موجب أضيف لها السالب 27، يعني هنا راح يصير 9 سالب 27 في الطرف الأول ويساوي 27 سالب 27 زائد 3x. ليش؟ حتى هنا عندنا هاي 27 وهي هاي 27 راح تروح. زين، هنا 9 ناقص 27 هنا عدد صغير، أطرح من عنده عدد أكبر من عنده، الإشارة راح تكون سالب. 27 ناقص 9 هو 18، فراح يصير سالب 18 ويساوي هنا شنو هذا الطرف؟ بقى عندي بس 3x. زين، هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا هنا ضرب، أريد أتخلص من هذا المعامل، فراح أضيف له النظير الضربي للثلاثة هو 1/3، فراح يصير هنا سالب 18 في 1/3 ويساوي 3x في 1/3. هسه هنا عندنا هاي 3 بها 1 وهاي 3 بها 1، فهذا الطرف شنو بقى؟ بقى عندنا بس الاكس. الطرف هنا عندنا سالب 18، اجعل مقامها 1، وهنا اكو اختصار بين 3 وبين 18، هذه بها 1 وهذه بها 6، وهنا عندنا سالب 6 في 1 هو سالب 6، اذا قيمه x يساوي سالب 6. صار واضح؟ هنا عندنا النقطة الخامسة، 8x تقسيم 16 يساوي 5 زائد الكسر 1/2. بما أنه هذا الطرف بقسمة، فأقدر هنا أحولها إلى كسر. بما أنه هذا الطرف الأول الطرف الثاني بكسر، فأقدر أحوله إلى كسر. أقول هنا 8x تقسيم 16 هذا الطرف الأول ويساوي 5 زائد 1/2. زين، هنا اكو اختصار بين البسط والمقام. نعم اكو اختصار، اقسم على 8، هذه بها 1 وهذه بها 2. فهنا ايش راح يصير؟ 1x هو x، فراح يصير هنا x على ايش قد؟ على 2 ويساوي هنا عندنا الطرف الثاني، اجعل هذه مقامها 1. زين، هنا عندنا جمع، لازم اوحد المقامات. شلون اوحد المقامات؟ هنا اجعل هذا المقام 2 فاضربه في 2، كذلك البسط اضربه في 2. فشنو راح يصير؟ راح يصير هنا 5 في 2 هو 10، 1 في 2 هو 2، وزائد هنا 1/2. انتم طبعا تقدرون تختصرونها تسوونها بخطوة واحدة، يعني رأسا تجمعون البسط مع البسط والمقام تنزلونه. فهنا سويتها لكم للتوضيح حتى اوضحها شلون صارت. x هنا على 2 يساوي
المقام النزلة 2 وأجمع البسط 10 زائد 1 هو 11. فهنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا أداة تذكرون حل التناسب. هنا عندنا المقام 2 وهنا عندنا المقام 2. هنا عندنا البسط 11، إذن هنا قيمة المتغير تساوي 11، إذن قيمة x تساوي 11. صار واضح؟ هذا بالنسبة للنقطة الخامسة. النقطة السادسة، هنا عندنا الجذر التكعيبي لل 125 تقسيم 2n يساوي سالب 10 زائد 5 أس 2. طبعا هنا عندي جذر وعندي أس فأتخلص من عندهم. هنا عندنا الجذر التكعيبي لل 125 هو 5 تقسيم 2n ويساوي هنا عندنا سالب 10 زائد 5 أس 2، يعني 5 في 5 هو 25. زين، هسه هنا شو عندنا في هذا الطرف؟ في هذا الطرف صار عندنا قسمة مثل ما سوينا في النقطة الخامسة. هنا راح أقول 5 تقسيم حولها إلى كسر 2n ويساوي، هنا عندي جمع والإشارات مختلفة، أخذ إشارة الأكبر وأطرح. الأكبر هو الموجب، إذا راح تكون الإشارة موجب. 25 أنقص من 10 هو 15. زين، هنا أقدر أضرب طرفين في وسطين، يعني هذا أجعل مقامها واحد، فهنا أضرب طرفين في وسطين. طبعا هو هذا الأكثر طريقة من الحل، يعني هنا أقدر أضيف النظير، أقدر هنا رأسا أحل، فكل الطرق صحيحة. هنا نقول 15 في 2n هو 30n ويساوي 5 في 1 هو 5. زين، هسه راح أقدر أضيف النظير الضربي. النظير الضربي لل30، هنا عندي 30n أنا أريد أتخلص من هذا المعامل، فأضيف له النظير الضربي هو 1/30، فأقول هنا 30n في 1/30 ويساوي، هنا نقول 5 في 1/30. صار واضح؟ هنا عندنا هاي 30 بها 1 وهاي 30 بها 1، فراح يبقى هنا n يساوي، هنا عندنا اختصار بين البسط والمقام على 5، هذه بها 1 وهذه بها 6. اذا هنا راح اضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، 1 في 1 هو 1 وواحد في 6 هو 6، إذا قيمة n تساوي 1/6. النقطة الثامنة، هنا عندنا جذر التربيع لل 49 زائد تقسيم 3 يساوي 10 أس 3 تقسيم 10. فهنا عندنا جذر وعندنا أس، أتخلص من عندهم. الجذر التربيع لل 49 هو 7، فراح يصير 7 زائد تقسيم 3 ويساوي 10 أس 3 هو ألف، لأن 10 في 10 في 10 هو ألف تقسيم 10. زين، هسه هنا شو عندنا في هذا الطرف؟ قسمة. فهنا عندنا 7 زائد تقسيم 3، فراح احولها الى كسر، راح يصير هنا 7 تقسيم 3 زائد ويساوي الف اقسمها على 10، هذا الصفر وهذا الصفر يروح، راح يبقى هنا 100. اذا هنا عندنا الف اقسمها على 10 هي 100. زين، هنا عندنا 7/3 زيت، أنا هنا أنا أريد أتخلص من هذا المعامل، فأضيف له نظير ضربي. نظير الضربي طبعا راح يصير مقلوبة، يعني هنا 7/3 زيت في، راح يصير هنا 3/7 راح يصير هنا مقلوب هذا الكسر ويساوي، هنا أقول 100 في 3/7. هنا أضفت النظير الضربي للطرفين. طبعا اكو اختصار بين 7 هاي بها 1 وهاي بها 1، بين 3 هاي بها 1 وهاي بها 1، فبقى شنو عندنا؟ بقى عندنا الزيت ويساوي، هنا هذه اجعل مقامها واحد، فهنا اشوف اكو اختصار بين البسط والمقام، ماكو اختصارات، فاضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 100 في 3 هي 300، وهنا نقول 1 في 7 هو 7، اذا قيمة الزيت تساوي 300/7. النقطة التاسعة، هنا عندنا 18y ناقص 3 يساوي 36 ناقص 11y. زين، هنا شو عندنا؟ عندنا هذا متغير وهذا عدد، فهذا هنا عندنا العدد أتخلص من عنده، أضيف له نظير الجمعي. سالب 3، النظير الجمعي هو موجب 3، يعني راح يصير هنا 18y ناقص 3، أضيف له النظير الجمعي هو موجب 3 ويساوي 36 ناقص 11y زائد 3. هنا ضفت موجب 3، هنا كذلك أضيف موجب 3. زين، هاي 3 وهاي 3 راح يروح، راح يبقى هنا 18y ويساوي، هنا عندنا بالطرف الثاني هنا عندنا 36 وهنا عندنا 3، فهنا راح أجمع 36 و3
هو 39. 39 ناقص 11 واي، يصير هنا 39 ناقص 11 واي. زين هنا عندي واي وهنا عندي واي، فأتخلص من واحد من عندهم. فأنتوا هنا أكو أكثر طريقة من الحل. هنا تردون مثلا حدود متشابهة الجمعهم أو طرحهم حسب الإشارات وحسب هنا العملية، أو هنا أضيف النظير الجمعي ل 11 واي، يعني أضيف 11 واي للطرفين حتى أتخلص من هاي ل 11 واي. فهنا أقول 18 واي طبعا هنا عندنا سالب، إذا راح أضيف موجب فراح يصير زائد 11 واي ويساوي هنا عندنا 39 ناقص 11 واي زائد 11 واي. هنا ضفت موجب 11 واي ضفتها للطرفين، فهذه ال 11 واي وهذه ال 11 واي راح تروح، فراح يصير هنا 18 واي زائد 11 واي، طبعا هنا حدود متشابهة فأقدر أجمع 18 زائد 11 هو 29 واي ويساوي 39. زين هسه هنا أقدر أضيف النظير الضربي لل 29 حتى أتخلص من هذا المعامل، فهنا راح يصير 29 واي في 1 على 29 ويساوي 39 في 1 على 29. زين هذه 29 بها 1 وهذه 29 بها 1، راح يبقى هنا واي في 1 هو واي ويساوي هنا أجعل مقامها 1، طبعا ماكو اختصارات بين البسط والمقام، فراح اضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 39 في 1 هو 39، 1 في 29 هو 29، اذا قيمة واي هي 39 على 29. صار واضح؟ 39 على 29. النقطة العاشرة، هنا عندنا 9 مضروبة في القوس اكس زائد 5 ويساوي الجذر التربيع ل 64. فهنا أنا أول شيء راح أستعمل خاصية التوزيع في الطرف الأول وفي الطرف الآخر أتخلص من الجذر. زين 9 في x هو 9x زائد 9 في 5 هو 45 ويساوي الجذر التربيع ل 64 هو 8، لأن جاي من 8 في 8. هنا عندي 9x زائد 45، فحتى أتخلص من هال 45 أضيف النظير الجمعي هو سالب 45، فراح يصير هنا 9x زائد 45 أضيف النظير الجمعي هو سالب 45 ويساوي هنا أنا أقول 8 سالب 45 أضيفه للطرفين. زين هذه 45 وهي 45 راح تروح، راح يصير هنا 9x يساوي 8 ناقص 45، هنا عدد صغير أطرح من عنده عدد أكبر من عنده، فراح يصير سالب، وأقلبها أقول 45 ناقص 8 هو 37، فراح يصير سالب 37. زين حتى تخلص من هذا المعامل أضيف النظير الضربي، النظير الضربي للتسعة هو 1 على 9، فأقول هنا 9x في 1 على 9 ويساوي سالب 37 في 1 على 9. زين هذه 9 بها 1 وهذه 9 بها 1، راح يبقى x في 1 هو x ويساوي هنا أجعل مقامها 1، ماكو اختصار بين البسط والمقام، فأضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، فراح يصير هنا 37 سالب 37 في 1 هو سالب 37، 1 في 9 هو 9، إذا قيمة x هي سالب 37 على 9. نقطة 11، هنا نقول عددان فرديان متتاليان مجموعهما 12، فما العددان؟ يعني هنا لازم يكون عددان فرديان متتاليان المجموع مالتهم هو 12. شنو يريد؟ يريد نكتب معادلة ونحلها. فهنا راح نفرض احنا نريد نطلع العددين ومجموعهم هو 12، فراح نفرض العدد الأول، نفرض العدد الأول يساوي x، ونفرض العدد الثاني يساوي x زائد 2. ليش x زائد 2؟ لأن هو يقول فرديان متتاليان، فهذا العدد الأول هو x عدد فردي، حتى هنا العدد الثاني الفردي فلازم يصير زائد 2، صار واضح؟ حتى يصير هنا العدد الثاني كذلك فردي، فهنا راح تصير المعادلة x العدد الأول زائد x زائد 2، x زائد 2 ويساوي إيش قد مجموعهم؟ يقول مجموعهم 12. زين
فهنا عندنا في هذا الطرف حلول متشابهه، هنا عندنا اكس وهنا عندنا اكس، هذه الاكس معاملها واحد وهذه الاكس معاملها واحد، فواحد زائد واحد هو 2، فراح يصير هنا 2 اكس زائد 2 ويساوي 12. زين، هنا طبعا احنا هذه المساله راح نحلها بحل المعادلات متعدده الخطوات في كيو. فهنا عندنا هذا الطرف، عندنا هنا موجب 2، شلون اتخلص من هذا الموجب 2؟ اضيف له نظير الجمعي هو سالب 2، فراح يصير هنا 2 اكس زائد 2 سالب 2 ويساوي 12 سالب 2. ضفت هنا نظير الجمعي للطرفين، فهذا 2 تروح ويا هذا 2، بقى هنا عندنا 2 اكس ويساوي 12 نقص من عندها 2 هو 10. زين، هسه هنا حتى اتخلص من هذا المعامل اضيف النظير الضربي للثنين هو 1/2، فراح يصير هنا 2 اكس في 1/2 ويساوي 10 في 1/2. زين، هذه بها واحد وهذه بها واحد، فراح يصير هنا اكس يساوي، طبعا هنا اختصر على 2، هذه بها واحد وهذه بها 5، فراح يصير 5 في 1 هو 5، 1 في 1 هو 1، فهنا ما حاجة اجعل المقام واحد، اذا قيمة اكس هي 5. صار واضح؟ فهنا عندنا العدد الاول هو راح يصير 5، والعدد الثاني هو 5 زائد 2، فالخمسة زائد 2 هو 7، فراح يصير 5 زائد 7 هو 12. يعني هنا العدد الاول اللي هو الاكس، الاكس ايش قد طلعناه هو 5، والعدد الثاني هو اكس زائد 2، فراح يصير هنا 5 زائد 2، 5 زائد 2 شي يساوي طبعا يساوي لنا 7، فراح يصير 5 زائد 7 هو 12، وهنا يقول المجموع مالتهم هو 12. طبعا هنا انا سويتها بالعكس، يعني هنا لازم اقول يساوي 7، فهنا للتوضيح انه العدد الثاني هو 7. نقطة 12، مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 3 سنتيمتر و 4 سنتيمتر، فما طول الوتر فيه؟ بما أنه هو مثلث قائم الزاوية، إذا نطبق نظرية فيثاغورس، وإحنا أخذنا نظرية فيثاغورس هو في مثلث قائم الزاوية، يعني ينطيني ضلعين ويريد طول الوتر، فأنا هنا أنا راح أطبق القانون اللي هو نظرية فيثاغورس. هنا نفرض الوتر هو X، فالقانون هو مربع الوتر يساوي مربع الضلع الأول زائد مربع الضلع الثاني. يعني هنا مربع الوتر هو اكس اس 2 يساوي مربع الضلع الأول، الضلع الأول هو 3، فراح يصير 3 اس 2 زائد 4 اس 2 هو الضلع الثاني، مربع الضلع الأول زائد مربع الضلع الثاني. زين، اكس تربيع اللي هو مربع الوتر يساوي 3 أس 2، يعني 3 في 3 ويساوي 9، زائد 4 أس 2 يعني 4 في 4 ويساوي 16. زين، هسه هنا نقول X أس 2 يساوي 9 زائد 16 هو 25. زين، هنا شنو عندنا؟ مربع الوتر، أنا أريد فقط طول الوتر. زين، يعني أتخلص من الأس فأجذر الطرفين، أجذر الطرفين حتى أتخلص من الأس، راح يصير هنا X يساوي الجذر التربيع لل25 هو 5، إذا طول الوتر هو 5 سنتيمتر، طول الوتر هو 5 سنتيمتر. صار واضح؟ وهذه نظرية فيثاغورس إحنا ماخذيها. يعني إذا أنتوا لاحظتوا إنه الفصل الرابع هو مادة شاملة لكل المواضيع اللي أخذناها في بداية الكتاب. نقطة 13، عدد مؤلف من رقمين، رقم أحاده ضعف رقم عشراته، ومجموع أرقامه يساوي 12، فما هو العدد؟ هنا نقول عدد مؤلف من رقمين، رقم أحاده ضعف رقم عشراته، فهنا نقول نفرض رقم عشراته يساوي X. زين، ونفرض رقم أحاده، ونفرض رقم احاده ايش قد اكس في 2، اكس في 2، ليش اكس في 2؟ لان الاحاد هو ضعف العشرات، فهذا الاكس اضربه مرتين راح يصير ضعف. صار واضح؟ اذا المعادله هي اكس زائد 2 اكس، 2 اكس، 2 اكس. زين،
هنا ايش قد يساوي المجموع؟ يساوي المجموع 12، يساوي المجموع 12. زين، هنا عندي حدود متشابهة، الاكس هنا معاملة واحد، فقول 1 زائد 2 هو 3، راح يصير 3 اكس يساوي 12. زين، حتى تخلص من هذا المعامل راح هنا اضرب الطرفين في مضروب العدد، مضروب العدد 3 هو 1 على 3، فراح يصير 3 اكس في 1 على 3 ويساوي 12 في 1 على 3. زين، اختصر هاي 3 ويا هاي 3 يروح، راح يبقى اكس هنا، راح يبقى اكس يساوي هنا عندنا اختصار بين 3 وبين 12، هذه بها 1 وهذه بها 4. زين، 4 في 1 هو 4، 1 في 1 1، فهنا عندنا الاكس هو 4. هذا الاكس هو رقم العشرات، رقم العشرات. زين، ورقم الآحاد هو ضعف العشرات، هو ضعف العشرات. يعني هاي الأربعة أضربها في 2، هذه الأربعة أضربها في 2، يعني أقول 4 في 2 يساوي 8، وهذا رقم الآحاد. إذا كان رقم الآحاد 8 ورقم العشرات 4، فش قد العدد؟ العدد هو راح يصير هنا 48. العدد هو 48، الآحاد 8 والعشرات 4.